السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سنجيب عن الحصة الأخيرة، الحصة الرابعة بين أزقتي ودروبي الملاح. إذا الجزء الرابع تحت عنوان عيش مشترك. إذا عنوان الجزء الرابع هو عيش مشترك. إذا سنقوم بقراءة الجزء الرابع ثم سنجيب عن الأسئلة المخصصة للجزء الرابع. إذا تابعوا معي القراءة. أما فاني ميرغي وهي مغربية يهودية فتؤكد ما ذهبت إليه سوزان وتتحدث عن طفولتها في المدينة العتيقة بالدار البيضاء التي كانت امتدادا لحي الملاح المجاور، وتقول إنها لم تشعر قط بأي فرق بين يهودي ومسلم، وتضيف: كنا في عيد ميمونة نطرق نحن اليهود أبواب المسلمين ونقدم لهم باقات الزهور ونصرف وقتا ممتعا برفقتهم، وكانوا في أعيادهم يتقاسمون معنا أطباق الحلويات والمأكولات الخاصة بالمناسبة. ولن أنسى أبدا جيراننا المسلمين الذين كانوا يقدمون لنا كل أنواع المساعدة في يوم السبت المخصص للراحة عند اليهود. لقد عشنا في سلام وأمن وأمان، تشاركنا الأفراح وتقاسمنا الأحزان. إذن هذا هو النص. إذن سأمر مباشرة إلى الأسئلة الخاصة بالنص. إذن نبدأ بأفهم يعني أغني معجمي. إذن نبدأ بالمعجم. إذن بالنسبة للعنوان هو عيش مشترك. إذا أربط كلمة صرف بمعناها. صرف المال، صرف المال يعني أنفقه، أنفق المال، صرف المال يعني أنفقه. صرف الوقت في القراءة يعني قضى وقته في القراءة، قضى وقته في القراءة. صرف العملة يعني حولها وبدلها بقيمتها، مثلا من الدرهم إلى الدولار أو من الدرهم إلى الأورو. صرف العمال يعني صرحهم، يعني أخبرهم بأنه انتهت، يعني انتهى العمل ويمكنهم يعني الانصراف. صرف العمال. صرف النظر عن الشيء يعني تغافل عنه وتركه وتجاهله، تجاهله وتجاهله يعني تجاهل الأمر، من التجاهل ومن التغافل. إذا نمر الآن إلى أسئلة الفهم والتحليل. إذا هل كانت فاني مرغي تعيش داخل الملاح؟ أعلل جوابي. إذا كانت فاني مرغي تعيش في حي الملاح لأنها عاشت طفولتها في المدينة العتيقة بالدار البيضاء التي كانت امتدادا لحي الملاح المجاور. يعني المدينة العتيقة هي في حد ذاتها امتداد لحي الملاح. إذا فهي بشكل أو بآخر عاشت في الحي وشهدت يعني الأمور التي كان يعني تتم فيه. أستخرج من الفقرة الرابعة مظاهر التعايش بين المسلمين واليهود. إذا من مظاهر التعايش بين المسلمين واليهود: لم نشعر قط بأي فرق بين يهودي ومسلم، نطرق نحن اليهود أبواب المسلمين ونقدم لهم باقات الزهور. يعني من الأمور التي تدل على أن المسلمين واليهود كانوا يعيشون في تعايش تام. في أعيادهم يتقاسمون معنا أطباق الحلويات. لقد عشنا في سلام. إذا هذه الجمل كلها تدل على التعايش بين المسلمين واليهود. السؤال الثالث: على ما يدل تقديم الزهور كهدية؟ إذا تقديم الزهور كهدية فهو يعبر على الود، يعبر على السلام وعلى الحب أيضا. إذا السؤال الرابع: لماذا كان المغاربة يقدمون المساعدة لليهود يوم السبت تحديدا؟ إذا بطبيعة الحال كان المغاربة يقدمون المساعدة لليهود يوم السبت تحديدا لأنه مخصص للراحة عند اليهود. إذا بالنسبة لليهود فهم يخصصون يوم السبت كراحة، بالنسبة للمسلمين يعني يوم الجمعة هو اليوم المميز واليوم الديني واليوم الروحاني الذي له قيمة روحانية عند المسلمين. ماذا تقولون؟ تقام فيه صلاة الجمعة، توجه إلى المساجد إلى آخره، فهو يحظى بقيمة روحانية ونفسية خالصة عند المسلمين. إذا نفس الشيء بالنسبة لليهود، فهم يخصصون يوم السبت كيوم للراحة، يوم للذهاب إلى الكنيسة إلى آخره. إذا السؤال الموالي، إذا نمر إلى أركب وأقوم. إذا أذكر
القيم النبيلة التي وردت في الفقرة الرابعة. إذا بالنسبة للقيمة النبيلة، إذا هناك التعايش، يمكن أن نضيف كذلك التسامح، التسامح، التعاون كذلك، التعاون بين اليهود والمسلمين. إذا من القيم التي وردت في الفقرة الأخيرة. أبدي رأيي في أفكار النص. إذا أفكار النص هي تأكيد فاني مرغي لما جاءت به سوزان. إذا جاءت سوزان بأن اليهود والمسلمين كانوا يعيشون في تعايش تام، في سلم، في أمن، في أمان. إذا أكدت فاني مرغي يعني ما ذهبت إليه سوزان. سوزان قالت نعم كان هناك التعايش والتسامح في حي الملاح. شهادة فاني ميرغي هي تأكيد لما جاءت به سوزان بأن اليهود المسلمين أو اليهود والمسلمون عاشوا في تعايش، عاشوا في أمن، في سلام. إذا كانت هناك علاقات تجارية فيما بينهم، إذا عاشوا كالإخوة، إذا بغض النظر عن التوجهات الدينية وعن الأديان. إذا فهم عاشوا في حي الملاح، في سلم، في أمن، في أمان، في إلى آخر. إذا ماذا أيضا بالنسبة لأفكار النص؟ إذا نتمم بالنسبة لأفكار النص. إذا تقديم الهدايا والمساعدات بين أهل الملاح. إذا هذه بالنسبة لأفكار النص الأساسية. عفوا، إذا السؤال الثاني أفكار النص الأساسية. إذا بالنسبة لأفكار النص، إذا تأكيد فاني مرغي لما جاءت به سوزان، عاش اليهود والمسلمون في تعايش، تقديم الهدايا والمساعدات بين أهل الملاح. إذا الفكرة الثالثة دليل على السلم والتعايش. إذا لدينا ثلاث أفكار رئيسة، إذا ثلاث أفكار رئيسة بالنسبة لهذا النص. إذا الفكرة الأولى كما قلت هو تأكيد فاني مرغي لما جاءت به سوزان، عيش اليهود والمسلمون في حي الملاح في تعايش وسلم وأمل، تقديم الهدايا والمساعدات بين أهل الملاح دليل على السلم والتعايش. إذا بالنسبة لرأيي في أفكار النص، إذا أعجبتني أفكار النص لأنها تحث على التعايش والتسامح. إذا فهي تحث على التعايش والتسامح بين الناس بغض النظر، إذا بين الناس بغض النظر، بغض النظر عن انتماءاتهم وأديانهم. يعني نتعامل كإنسان، نتعامل مع الناس كإنسان، أو أتعامل مع الإنسان كإنسان، ليس أتعامل معه لأنه مسلم أو لأنه يهودي أو لأنه مسيحي، بل أتعامل معه كإنسان. إذا نغلب الإنسانية على جميع الأشياء وعلى جميع يعني مبدأ الإنسان، مبدأ يعني سامي، أتعامل مع الإنسان كإنسان. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا يتجدد إن شاء الله في فيديو قادم دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.